يغيظ هذا المفتاح الإسرائيليين كثيراً، فرمز العودة الحاضر دائماً في المسيرات الشعبية داعمة لفلسطين المحتلة يلغي نظريتهم الفاشلة عن أن الكبار يموتون والصغار ينسون. بارزاً كان المفتاح في الضاحية الجنوبية لبيروت، كذلك الأعلام الفلسطينية الضخمة، وحول القدس تجمع الحاضرون. حشود ضخمة لبوا النداء، مكانياً ضمتهم الضاحية، لكن أبعد من ذلك جمعهم انتماء وفكر وقضية وإيمان بأن السبيل إلى تحرير فلسطين هو المقاومة. نحن لا نرضى ولن نرضى إلا بالأرض المقدسة فلسطين من البحر إلى النهر. المقاومة هي التي قادرة على تحرير أرضنا في فلسطين، كامل فلسطين. كل لبناني يدرك مخاطر قرار ترامب، هو موجود في هذه المسيرة. أحزاب وقوى وطنية وإسلامية ويسارية لبنانية وفلسطينيون من مخيمات الشتات وناشطون وأعلاميون وكتاب شاركوا في المسيرة الحاشدة، وكلهم إيمان بأن محاولات تهويد القدس هي فرصة لانتفاضة تكبر وتكبر حتى تحرير الأرض. فلسطين الحبيبة ستتحرر. شكراً ترامب، أعطيتنا الفرصة لجمع الشمل. كلل بالكفاح المسلح واللي هو بيكون الحل الأنجح والأنجع لاستعادة القضية الفلسطينية. الشعارات الثورية والهتافات المجسدة لروح المقاومة لم تقتصر على الكبار، بل من أولئك الصغار تتأكد أن الأطفال لا ينسون، بل يتشبثون بالقضية كآبائهم وأجدادهم وأكثر. سألت عن محمد فيك وعن يسوع يا قدس. لازم نكون قويين كتير ولازم نتحمل كل شيء بيصير معنا. وختام المسيرة كان مع إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ووعده. للقدس رايحين شهداء بالملايين. ليس جديدا على الضاحية الجنوبية لبيروت تنظيم تظاهرة من أجل فلسطين، لكنها اليوم جمعت لبنان بكل أطيافه حول القضية التي لا جدال حولها. لاقت الحشود الشعبية موقف لبنان الرسمي ووحدت الكلمة: القدس عربية حرة حبيبة وعاصمتنا إلى الأبد. سارة الحق، بيروت، الميادين.